باذن الله او هدفنا باذن الله ان احنا نحقق هذه الميزه للشعب برضه. ان شاء الله الطرق كلها هتبقى مؤمنه، الناس كلها باذن الله هتروح تؤدي صوتها في امان وترجع. تكثيف التامين والتعقيم من اللجان الانتخابيه ودي مهمه جدا، هيبقى في حرم كبير للمنطقه للدوائر او للمقار الانتخابيه عشان نامن الناس فيه. مفيش منع انتظار سيارات بالقرب، في مفيش داعي عجائلين تماما، مفيش مندوبين مرشحين، مفيش دعايه انتخابيه بالقرب. لا مش هلاقي الدعايه اللي هو امين بالله. لا 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 باذن الله، لا باذن الله لا. تكثيف امني سواء القوات المسلحه او الشرطه عموما، تكثيف قوات الامن المركزي على مستوى الجمهوريه. احنا دلوقتي هدفنا اكبر من كده، احنا باذن الله لما تنتهي انتخابات رئاسه الجمهوريه ومصر يبقى لها رئيس جمهوريه منتخب، ده هيغير الموقف العالمي كله بالنسبه لنا. يعرفوا طبعا ان ده صمت شعب ودي اراده شعب، مش زي ما التانيين ما بيدعوا. فكان في تركيز اكتر باذن الله وتكثيف اكتر كمان. يعني احنا الحمد لله المره اللي فاتت ربنا كرمنا، احنا امنا المقاعد الانتخابيه كلها، امنا طرق، امنا المقاعد الانتخابيه كلها، امنا طرق الوصول للمقاعد الانتخابيه وطرق العوده منها. فدي بالنسبه لنا كانت نجاح كبير جدا. كتبت خبر من يومين ان المسيحيين هيروحوا. لا مش المسيحيين بس، المسيحيين والمسلمين وكله، خاصة محافظة المنيا اللي كانت منعوا المنيا وجزء من أسوان والفيوم. والحمد لله رب العالمين ظهرت الحكاية دي في الانتخابات السفتة اللي فاتت على أسوان. احنا بنوعد مصر كلها بإذن الله في تركيز أكتر النهاردة، لما الشرطة والجيش بياخدوا حقهم ويشتغلوا صح، مش أنت تعطلهم هيشتغل، مش هتلاقي ولا همسه تعدي. تمام. وبرضه حياتك التهريب وتهريب الاشخاص. يعني في البشر تقريبا ما عدناش بنسمع عنها. الحمد لله رب العالمين، تحديدا كان هناك تجاره مخدرات، تجاره سلاح، تجاره بشر، كل ما يخطر على بالك. النهارده لما الجيش والشرطه خدوا امكانياتهم وخدوا سلطتهم في تنفيذ القانون، الحمد لله رب العالمين النتيجه هي. المأمورات القتالية الحمد لله احنا بنخش معانا احدث مدرعات واحدث تسليح واحدث مركبات. قالوا في نظام فاسد بنغير وفي نظام منتخب. هذا النظام المنتخب طلع اكثر فسادا فقام عليه الشعب. هم للاسف عندهم آلة اعلامية جامدة جدا. ما هو في الخارج عشان المصلحة، لان المصلحة بره ان مصر تنتهي. ما تعرفش ان مصر الأرض ما انتهت والأمة العربية بالأخص، لأن أي إصابة لأي حاجة بتؤثر. يعني إحنا بنحتسب عند الله الثلاثة شهداء دول بتوع مدينة النصر والمصابين، لكن عندنا إحنا جرح كبير. في ثلاثة شهداء شهداء سقطوا، مش عايز أقول كلمة فطيس، لما شهدوا غدر سقطوا غدر سقطوا غدر. احنا بنحاول ان احنا باذن الله ربنا يكرمنا ويسترها معانا. ما انا بقول لو احنا سقطوا في مواجهات امنيه ده قضاء الله وقدره، انما الغد ده حق.